وجاز النهضة البركانية هنا إمكانية ممتازة جدا، والهدف الهدف الأول للمرمى التطواني. من يضيع يستقبل الهدف بلال المجري يسجل الهدف الأول الدقيقة 24. المرمى التطواني نادي حلحول هدف لصفر، فرحة كبيرة جدا لمناصري المرمى التطواني. هذا من نوع تسلل خط دفاع المرمى الفاسي كما قلت، مهزوز ما راهوش اليوم في المستوى المطلوب. وعبد الكريم برنية يوسف منذ الدقيقة الأولى. المرمى الفاسي يعاني كثيرا على مستوى خط الدفاع بعد رحيل سمير الزكرومي عبر الهجمات المضادة. كانت كي المرمى التطواني هو يصل لتسجيل الهدف الثاني في أقل من دقيقتين. مرة ثانية من كان وراء الهدف هذا المرة